ايوا تبارك الله عليك يا ميساء، مع بعدا ما تشاوتي جايبه هادشي لي كوليهم. يا بوتك الماكله ديال الزنقه بعدي منها شويه، قتلتي مصارنك بهاد الماكله، قتلتي راسك وبغات ليهم معاك. ملي كنتي انا هما كيبقاو متضعين يدوقيني يدوقيني حتى كيكملوا ليا. ما تعاوديش جيبي لهم هادشي، راه خايب خايب لا ليك لا ليهم. اش كتفرعي لهم مصارهم المصارن ديالهم بهادشي؟ هما كيبقاو يكملوا ليا انا فاش كنشري انا. ما تبقاي جيبيها حتى ليك انت، ما تبقاي جيبيها. واش كتخلي الماكله ديال الدار وتجيبي الماكله ديال الزنقه؟ كيفاش كتعجبك؟ شوفي اخر مره تعاودي تدخلي هاد الماكله للدار وتعطيهم تعطيها ليهم حتى انت، راه مكدرش عليهم غير همايا، راه لا مرتي انا اللي غنوحل فيك. اخر مره نتوما اخر مره تاكلوا هاد الشيء هذا، تجيبوا ليكم وتاكلوا صافي. اخر مره غادي نجيب ليكم. انا كيعجبني انا هادشي، ما نقدرش نستغنى عليه. اخر مره غادي نجيب ليكم، قلت ليكم وندمت. دير خير ما يطرابيس. اصلا هادي قهمات ما نبقاش ناكلها، ومزيان باش نيت ما نجيب ليكش، جيبها لك ونادمه حيت ما بغيتش كاع ناكل. هنيتوني يلا نوضو. مرام؟ نعم. فين مشات ميساء؟ خرجات. ما قالتلكش فين غادا؟ ماما عرفت شكون مشات تشري. هذاك الشيء اللي غادي يكون، ديك راه مرضت هذيك فراسها، غتقتل راسها وتقتلني معاها. نتوما لا هادشي كيقتل. صافي نيتوني نيت انا ناكل هادشي انا.
ميساء نضي تغداي. ماما انا شبعانة ما فيهاش الجوع. ما فيك الجوع؟ ايوا على الله شنو كليتي باش ما فيكش الجوع؟ صافي ماما انتي ما تشوفيني كليت شي حاجه تغوتي عليا. صافي انا كنت شنو واكله عاوتاني؟ كيفاش ما فيكش الجوع؟ ما فطرتي ما وانتي راه ما على الله كتاكلي انتي؟ كضلي غدا خيطي بيطي لهداك الحانوت خيطي بيطي اش كتاكلي الله اعلم. صافي ماما قلت لك نوضي تغداي الجوع. بعدين هذيك ماكله الزنقه راه تخرجي على راسك. كل ماكله ديال الدار كل الماكله اللي تفيدك اسقي جوج اللي ما كتعجبكش. كل الماكله اللي تفيدك وتفيد صحتك. لا حول ولا قوه الا بالله. دايره انت يا لهاد الغدا؟ دايره الحيمه مخضره بالخرشف. اهدى حاجه ما كنحملهاش هي هذه. ما كيعجبنيش انايا الخرشف واللحم حتى هو كما كيعجبني. وراه هذاك هو اللي غيفيدك ويفيد صحتك ماشي ديك الماكله ديال الزناقي اللي كتاكلي. انا كيعجبوني. هو كيعجبوك؟ عقلي ما تعقلي على كلامي وتقولي ماما قالتها. هو غير عقلي على هضرتي. لا خسرت. ثاني جبتي لي هذا الشيء مالك غتحمقيني؟ يا قلت لك ما تبقاش تشري هذا الشيء. على الاقل خذي غير دانون بحال راه هذا تسمم كبير هذا الشيء اللي كتاكلي. اكفس حاجه هي هذه. لا لا انت راه هو اللي مصرك كيعطيك الفلوس. انا غادي نهضر معاك غنقطع لك هذا المصروف. هذا المصروف ديالك ما غاديش تبقاي تاخديه حيت كتهلكي به راسك. وليدات قدك يجمعوا وانتي يا ضيعي فهاد الشيء هذا بالخوا الخاوي ضيعي صحتك. سيت البيموات الاخرين
الشيء. ميساء مالكي؟ كرشي. مالك نوضي ميساء؟ نوضي يا بنتي نوضي نديك للطبيب. هذه الماكلة ديال الزنقة بنتي اللي كتاكلي كنعيا ما نقولها لك، كنعيا ما نقولها لك يا بنتي. سلي معايا للطبيب. ميساء كيف بقيتي يا بنتي شويه؟ باقي فيا الوجع. باقي يا بنتي باقي الدواء تغيب المفعول ديالو. عمري ما غادا نبقى نضرب هذيك الماكله ديال الزنقه، غادا نبقى ناكلها الماكله الصحيه ديال الدار. كنقولها لك يا بنتي واش انايا نغير لك شي حاجه خايبه؟ سمحي لي راني عرفت فيها الربح. راك عرفت فيها الربح غنخليك تاكليها، وكين عارفه بنتي ما فيها ربح. ها انت يا بنتي راه الشيء اللي كنت خايفه منه طحت فيه. شوفي يا بنتي حالتك كي ولات صفراء وتحت عينيك كي ولاو. الحمد لله الحمد لله ملي خرجت طريفه هكا صافي. راه سمعتي الطبيب اش قال لك؟ راه قال لك داكشي راه خايب خايب بزاف. صافي الداس ديالك ما بقات كتستافد والو صافي، حيت ما كتاكلي لا خضره لا ديسي اللي غتستافد من الدات ديالك حتى حاجه، كتاكلي غير داكشي اللي كيهلكك صافي. ديك السقاطه هلكات المصارن ديالك بزاف، وشي حاجه قديمه كليتيها في داكشي هي دارت لك هاد الفضيحه كامله. والله يحد الباس يا بنتي.